وللحديث عن قدرة حكومة السودان على مكافحة الفساد معنا من بغداد الخبير الاقتصادي الأستاذ عمر الحلبوسي. أهلا ومرحبا بك عبر الهاتف. أهلا وسهلا بكم سيدي كريم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. حياك الله سيدي. أستاذ عمر، لماذا يركز رئيس الحكومة الحالي محمد الشيع السوداني على أن توجهه لمكافحة الفساد ليس مجرد دعاية؟ ما الذي يريد أن يثبته؟ من المعلوم تماما أن جميع رؤساء الوزراء الذين سبقوا السوداني بين الفينة والأخرى يفتحون ملفات الفساد أو يلوحون بها في الإعلام، ليس لمحاربة الفساد وإنما لإجبار خصومهم على تقديم أكبر قدر من التنازلات، هذه أولا، وثانيا لمحاولة تخدير أعصاب الشعب العراقي الناقم من هذه الحكومة وملفات الفساد الكبيرة التي تكشف بشكل يومي، وهي بصفقات كبيرة سلبت ونهبت من خلالها أموال الشعب العراقي وأراضي كبيرة فقدها الشعب العراقي. لذلك رئيس الوزراء السوداني يعمل جاهدا حاليا على هذه الورقة لمحاولة تبييض وجه الحكومة وكذلك محاولة تلميعها وتقديمها على أنها حكومة تحاول جاهدة على محاربة الفساد. نعم. ولكن الأمر المخفي في هذه القضية هي ليست مكافحة الفساد وإنما هي لإجبار الخصوم على تقديم أكبر التنازلات، ولو كان جادا السوداني في هذه القضية لوجدنا الكثير من الأشخاص الآن خلف القضبان وعلى رأسهم الراعي الكبير للاختيار السوداني وهو نوري هنا المالكي. هنا مكمن السؤال، يعني هل الإجراءات التي اتخذها السوداني كفيلة بإنهاء الفساد في العراق خصوصا في القطاع المؤسساتي والاقتصادي؟ يعني هل هنالك نتائج على أرض الواقع؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد سيد الفاضل لا. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي إجراءات شكلية على أرض الواقع لا يوجد لها أي تطبيق، بل ما زالت المحاصصة الحزبية والطائفية هي من تجلب الأشخاص وتضعهم على رأس هذه المؤسسات مقابل أن يقوم هؤلاء الأشخاص بسرقة أموال هذه المؤسسات وتقديمها كدعم وتمويل لرعاتهم من الأحزاب والشخصيات السياسية. لذلك هذه الإجراءات هي إجراءات ترقيعية وشكلية، ورأينا جليا هذا الأمر بإعادة علي محسن العلاق إلى منصب محافظ البنك المركزي على الرغم من إثباتات كثيرة توجد عليه بمشاركته مع نوري المالكي باستنزاف احتياط البنك المركزي العراقي عام 2014 وتسليم الخزينة العراقية خاوية، رغم كان العراق آنذاك يمتلك احتياطي يقدر ب100 مليار دولار. نعم. بالنظر إلى تركيبة الحكومة التي يترأسها السوداني، هل يمكن بالفعل مكافحة الفساد بحكومة مبنية على محاصصة؟ ألا ترى أن هذا تناقض ونقطة في مقتل الحكومة نفسها؟ بالتأكيد هو تناقض كبير، لأن السوداني جاء عن طريق محاصصة والوزراء جاءوا عن طريق هذه المحاصصة، لذلك لا يمكنه محاسبة الفاسدين. كابينة السوداني جميعها هي متهمة بالفساد، السوداني تسلم مناصب كبيرة سابقا في وزارات اتهمت بالفساد وارتكاب يعني كثير من الجرائم، خصوصا وزارة حقوق الإنسان عندما كان هو وزيرا آنذاك. لذلك يا سيدي الفاضل، هذا التناقض الكبير يثبت لنا جليا وللشعب العراقي أن تصريحات السوداني هي مجرد دعاية وبرقعة إعلامية يحاول من خلالها جاهدا لتبييض وجهه وجه حكومته، لكن هذه الأمور لم تعد تنطلي على الشعب العراقي، لأنه منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا كل رؤساء الوزراء استخدموا هذه الأسطوانة المشروخة محاربة الفساد، لكننا لم نرى ولم نشاهد عمليات مكافحة الفساد حقيقية مطبقة على أرض الميدان، بل ما زالت عمليات الفساد بتنامي كبير وتصاعد خطير جدا، مما يعرض الاقتصاد العراقي إلى مشكلات كبيرة جدا واستنزاف للأموال التي بالكلام عن على الاقتصاد العراقي مهمين. أستاذ عمر، الكل يعلم أن الاقتصاد العراقي منهار، ما الذي يمنع السوداني من أن يحرر قطاعات الصناعة والمنافذ الحدودية والنفط من سطوة الأحزاب والميليشيات والمتنفذين؟ ألا يمكن أن يعتبر هذا متنفس لهذا الاقتصاد المنهار؟ سيدي سبق أنا وتحدثت لكثير من وسائل الإعلام أن قرار إحياء القطاع الصناعي بكافة تشكيلاته وإحياء القطاع الزراعي هو ليس أمرا عراقيا ولا قرارا عراقيا، بل هو قرار إيراني بامتياز. إيران أجهزت على قطاع الصناعة والزراعة ومنعت
العراق من إعادة النهوض بهذين القطاعين الحيويين، من أجل أن يكون العراق هو عبارة عن سوق لتصريف البضاعة الإيرانية. لذلك هو لن يتخذ هذا الأمر بإحياء هذه القطاعات وحمايتها واستعادتها من الميليشيات، بل أن الميليشيات والأحزاب اقتسمت هذه القطاعات من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب لتمويل عملياتها الإرهابية داخل وخارج العراق. السوداني لا يمتلك أي شيء من الأمر، هو مجرد واجهة لجهات كبيرة تقف خلفه، هي من تخطط له، هي من تتخذ القرارات. هل هذا يعني أن الحكومة في بغداد وباقي الحكومات التي سبقتها هي حكومات شكلية لا تمتلك أي قرار، وبالتالي هي لا تملك أي سيادة على العراق؟ بالتأكيد سيد الفاضل، هي مجرد حكومات شكلية تؤدي دورا مهما كأي ممثل في السيرك، لأنه لا يوجد هناك سيادة عراقية ولا توجد هناك قرارات إلى يومنا هذا كانت لصالح العراق. كل القرارات المتخذة من قبل الحكومات المتعاقبة هي كانت قرارات مجحفة بحق العراق وشعبه، وكانت إيران هي المستفيدة الأكبر منها. طيب. ولذلك لم نراهم يحيوا القطاع الخاص، لذلك القطاع الخاص أجهز عليه والقطاع الحكومي أجهز أيضا عليه. وأنا سبق وأن قلت أن عام 2025 إذا بقينا على هذا الحال سوف يشهد العراق انهيارا اقتصاديا وللقطاع المصرفي وقطاع العقارات بشكل مريب جدا، وسوف يكون حال العراق أسوأ من حال فنزويلا ولبنان بسبب غياب القانون وانتشار الفساد الخطير جدا والمروع. أستاذ عمر، برأيكم هل تثق الشركات العالمية بقدرة رئيس الحكومة على مكافحة الفساد وسطوة الميليشيات بالعراق؟ هل الأجواء باتت مهيئة لعودتها وتحقيق نقلة بالاقتصاد وفق تصريحات السوداني؟ بالتأكيد الشركات العالمية لا تثق بحكومة السوداني ولا بتصريحاته، وأكبر دليل على ذلك أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية هي تراقب الحوالات الخارجة من العراق للتأكد من أنه لا توجد هناك حوالات وهمية. ولو كانت حكومة السوداني ومؤسساتها تمتلك المصداقية وتحظى بقبول لدى الشارع الدولي لما رأينا هذه القرارات التي اتخذت من الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية، لأنه هذه التصريحات التي تصدر من الحكومة والإجراءات التي تتخذ هي مجرد تصريحات إعلامية وكلام مجرد مثبت حبرا على ورق لا يطبق على أرض الواقع. ونرى نحن جليا ما زالت إلى الآن التضخم الأسعار كبير جدا في العراق رغم وجود مبيعات كبيرة للدولار بشكل مخيف جدا، وما زلنا نشهد ارتفاع كبير بسعر الصرف. هذا يثبت أن هذه الحكومة لا توجد لديها مصداقية لا مع شعبها ولا مع المجتمع الدولي، وهناك تحايل كبير منها على القرارات الدولية. لذلك الفيدرالي الأمريكي يراقب جيدا ما يحدث في العراق، وأنا أتوقع الأيام القادمة أو على القليل الشهر قد تكون هناك عقوبات جديدة وتضييق جديد من قبل الفيدرالي الأمريكي على كثير من المؤسسات بسبب عمليات غسيل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران وروسيا. نعم، الخبير الاقتصادي الأستاذ عمر الحلبوسي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.